اهلا بكم من جديد مشاهدينا وكل الناس اللي بتواصلوا معنا. سعدنا بهذه الافاده من الاستاذ والشاعر المرهف هاشم صديق، ويمكن التوعيه كانت واضحه جدا، وحتى الابيات الشعريه اللي ادانا لها كانت جميله جدا. فبنقول انه اي انسان عنده اي مرض مزمن لابد منه يراجع الطبيب، وفي مبادرات كثيره يا حسام، يعني ممكن الطبيب يجيك في البيت. يعني في بعض الاطباء عندهم مبادرات خاتين تلفوناتهم، خصوصا الناس اللي عندهم امراض القلب طبعا، لانها هي بتحتاج لكشوفات دوريه وما بتستحمل انه الزور ياخرها. كل تاكيد، في النهايه مهنه الطب هي مهنه انسانيه في المقام الاول، وكل الناس اللي عندها امراض مزمنه زي ما ذكرت منى، في اطباء ممكن يصلون في بيوتهم في اماكنهم، ولازم كل الناس تتضافر جهوده عشان ما نعدي على خير في ظل هذه الظروف. المجتمع جميعا علينا وهذه الجائحه العالميه، والتضافر مطلوب في اشياء كثيره جدا بالتاكيد. واحنا قبل لما قلنا حنبنيه ودي ثورتنا اللي فيها التغيير، احنا يعني قصدنا يعني ببناء الفكر والوعي والمؤسسات وبناء الدوله السياديه وبناء دوله القانون، ونحن الان في حضره القانون، واحده من الموضوعات المهمه جدا والمؤرقه جدا لاغلب الناس. احنا نتفق انه الشعب السوداني هو شعب من الطبقه الوسطى، يعني ما كل الناس عندها او الظروف الاقتصاديه بتاعتها او الماديه متوفره خالص، فاحنا في فتره بتاع التحدي ونحن في حضره القانون زي ما تكلمت. كل تاكيد، في ناس بتستاجر بنازل، ودي فئه كبيره جدا، ما هي الفئه الهينه. عاوزين نقيف على الموقف القانوني للمستاجر والمؤجر ايضا. انا عندي بيت منى مؤجره مني لها 3 شهور 4 شهور 6 شهور بسبب الحظر. ما قاعد تدفع لي. حمشي المحكمة وتشتكي لي؟ حمشي المحكمة صح؟ حمشي المحكمة واشتكيها. أنا موقفي حيكون شنو؟ ومنى موقفها حيكون شنو؟ حنشوف الكلام ده مع ضيفنا. الأستاذ عباد الدين جلجال، الأستاذ المحامي والمستشار القانوني. أهلا بك عبر استشارة قانونية، وفي النهاية حفوز أنا ولا منى اللي احنا عارفه منك. مرحبا بكم ألف أخ حسام وأخ منى، ومرحب بكل مشاهدي الشروق، وعودا حميدا ان شاء الله، ونترحم على كل الذين توفوا في الفتره السابقه، ونسال الله الكريم لكل المصابين ان يتعافوا، ونسال الله انه يزيد التكافل في هذه المهنه بيناتنا كسودانيين عشان نبرز وجهنا الحقيقي في انه نتكافل مع بعض، اطباء واللي عنده عربيه يسوق جاره، والما عنده يتكفل بجاره، للظروف دي اللي هي عايشينها كل السودانيين، وده الوقت الحقيقي اللي بنحتاج فيه نحن كسودانيين لسودانيتنا. نسال الله انه يعني نقدر على هذه المسألة. ومن ضمن المسألة دي وفي هذا الإطار المستأجرين، طيب هي رهيفة ومقدودة، رهيفة ومقدودة وممطورة ما بتقابل رشة، صحيح، ومفلس ومستأجر وشغل ما في، وكورونا وحبس، خمسة بيقن عليه. ده يا أستاذ عماد وضعه شنو في القانون؟ طيب هل ده عذر قانوني مقبول للقضاء او للقانون بانه يعفيه من سداد الاجره؟ سؤال صعب جدا وسؤال مهم جدا في الوضع الراهن. طيب نحن دايرين نقول الماده 11 من قانون ايجار المباني لسنه 91 تتكلم عن الحالات اللي بيجوز فيها للمالك او المؤجر انه يخلي المستاجر، واول هذه الحالات حاله الفشل في سداد الاجره. الفشل في سداد الأجرة واحد من الأسباب القوية جدا إنها بتخلي المالك يرفع دعوة في المحكمة عشان يخلي المستأجر. لشهر واحد ولا لفترة معينة؟ لأسبوع. طيب بيبقى الحتة دي برضو عندها تفاصيل دقيقة. طيب أنا داير أوقفك الخطوات، يعني أنا زول مؤجرة. نعم. وفي زول شهر ما دفع لي، الخطوات شنو المفروض أعملها؟ طيب. عشان أنا آخذ حقي. أوكي. من البداية أنا أمشي المحكمة أعمل شنو؟ طيب قبل الخطوات كثير جدا يقول لك يا أخي المحامي مرق الزول من المحكمة، يا أخي أنا ما مرقته. لكن في تفاصيل دقيقة اللي هي شو، نمرة واحد، من المسؤول عن سداد الأجرة؟ من الذي يسعى لسداد الأجرة؟ في مرات بيوصل نص في العقد إنه المستأجر هو الذي يسعى لسداد الأجرة، أو المؤجر يمشي لسداد الأجرة، أو ما نص في العقد. القانون بيقول شنو؟ القانون بيلزم المستأجر أن يسعى لسداد العقد. مرات الناس بيتعارف إنه خذ لي الأجرة في الدكان، خذ لي عند أخوه، يبقى الكيفية دي هي اللي بتحدد إنك أنت فشلت ولا ما فشلت. بيجي السؤال اللي بعده، هل الفشل ده بالضروره يكون القانون حدد له مده معينه عشان يكون سبب كافي للمالك يطلعني؟ لا، القانون قال والله طالما الاجره دي متفق عليه زمنها
أو متعارف على زمنه أو على كيفية سداده أو مكان سداده، إذا أخل المساير أو المالك بهذه الكيفية المتفق عليها يعتبر فشل في الأجرة، حتى لو شهر حتى لو أسبوعين. يعني أنا بدفع الأجرة كل خمسة في الشهر، يوم 15 ما دفعته بحق للمالك إنه يرفع فيني دعوة، القانون بيديه الحق لأنه فشل في الأجرة، وارد لأنه تعارفت الأطراف وتعاقدت الأطراف على إنه يوم خمسة في الشهر يدفع لي الأجرة، القانون بيديك الحق. طيب يبقى في البداية من الذي يسعى لسداد الأجرة؟ المستأجر ولا المؤجر؟ قلنا نرجع لشنو؟ للعقد والاتفاق بيناتهم. طيب نقول والله المستأجر هو الذي يسعى لسداد الأجرة. طيب المستأجر ساكن في بحري والمؤجر ساكن في الخرطوم، كوبري مقفول وما عندي تصريح، هيو الأستاذ ده بيعتبر فشل؟ دي ما المشكلة. شهر ثلاثة كان حظر، المستأجر ما دفع، ولا في الكوبري قاعد في الخرطوم ما دفع، وشهر أربعة حظر ما دفع، وشهر خمسة حظر ما دفع، ودي كلها أسباب كافية جدا تخلي المالك إنه يرفع دعوة عشان يخلي الزول ده. طيب المالك ده يرفعها وين؟ هي محكمة ما في ذات. يبقى في ضرر كبير جدا واقع على على المستأجر، على الطرفين، المستأجر والمؤجر. نعم. طيب إنه ذاك ما قادر يشتغل عشان يجيب، ما قادر أشتغل. طيب يوفر. خمسة خمسة أربعة فرض فعلي ما دفع، خمسة خمسة ما دفع، خمسة ستة الفينة ده ما دفع. المحاكم فتحت يوم 22/6، أول محاكم فتحت يوم 5/6 هو المفروض يدفع ما دفع، جاب لي يوم 10/6 ولسه ما رفع القضية وواصل في رفع القضية. ولما جاب لي يوم 10/6 أنا قلت له ما بستلمها، أنا منو؟ أنا المالك، أنا صح. المؤجر، ليه ما بستلمها؟ لأنك أنت فاشل 3 شهور ما دفعت لي، أنا ما أرفع في القضية، خلاص أخي دق قروشك يا أخي، خلاص مش مدايرة رجع لي، مش رفع القضية. وقال يا مولانا الزول ده شهر 4 و5 وشهر 6 كل ما دفع، وجاب لي القروش دي في شهر 6 وانا رفضتهم لانه 3 شهور تاخر، وانا داير حاجتين من المحكمه، داير يخلوا لي البيت لفشل في الاجره، وداير المدخرات اللي هو المفروض يدفع. صحيح. المحكمه سالت المستاجر يا دول الكلام ده صحيح؟ اي صحيح، شهر 5 4 ما دفعته، و5 ما دفعته، و6 يوم 5 6 ما دفعته، لكن عرضت عليه الاجره وما استلمها قبل رفع الدعوه. عشان كده القانون قال اذا تم عرض الاجره قبل رفع الدعوه ورفض المالك او المؤجر هذا لا يعتبر فشل في الاجره، بالرغم من انه انا فشلت في 3 شهور. طيب انا كمستاجر اعرف انه في دعوه، كيف؟ ما اللي يجيك اعلان، بيجيك اعلان من المحكمة. اللي يجيك اعلان. طيب الدعوه دي ذات، هل انا وديت العريضه وخلاص ده الدعوه اترفعت؟ لا، تودي العريضه للمحكمه والمحكمة تقبلها وتدفعك الرسوم. نعم. يس، تدفعك الرسوم، تمشي تقول والله السيد القاضي حسام ده مستأجر من البيت رقم كده في مربع كده بأجرة شهرية قدرها كده، فشل في سداد أجرة أبريل ومايو ويونيو لحد يوم 5 يونيو، والمبلغ الفشل فيه ده عبارة عن 15 مليون في الشهر، 45 مليون. أنا طالب من المحكمة حاجتين، طالب من المحكمة إنه يخلي لي العقار للفشل في الأجرة، وطالب من المحكمة إنه يديني ال 45 مليون مدخرات الأجرة. جاء المستأجر، منى جات المستأجرة في المحكمة. طيب يا منى زول ده رافع فيك دعوة قال كده وكده وكده. نعم يا مولانا، شهر 4 ما دفعته، و5 ما دفعته، و6 ما دفعته، لكن يوم 6 يا مولانا أنا وديت له الأجرة في يوم 10/6. أنت يا زول رفعت الدعوة دي بتاني يوم 15/6. يبقى بالتالي قضيتك فيما يتعلق بالإخلاء ما في لها طريقة، لكن فيما يتعلق بقروشك نواصل فيها، يدفع لك شنو؟ قروشك. يبقى دي النقطة الجوهرية اللي بتضرر منها منو؟ الملاك. عشان كده يا جماعة عرض الأجرة قبل رفع الدعوة، ورفع الدعوة يعني إنك توديت القضية تحت الرسوم، هنا الدعوة بتكون مرفوعة 200 من تاريخ الرسوم، قبل كده أي قضية. لكن طيب واحد تاني يقول لي يا أستاذ أنا ما قدرت أدفع الإيجار ده، المحكمة بتقول لك الفشل في الأجرة عشان أخلي بيه الزول يجب أن يكون الفشل بعذر معقول. بعذر معقول، حوجة ماسة مثلا؟ لا، حوجة ماسة تختلف، نتكلم عن فشل في الأجرة، ليه ما دفعت الإيجار؟ في عذر معقول. العذر المعقول ده ما هو أعذار منصوص عليها في القانون 1 2 3، لا، هي ظروف محيطة بالعلاقة التأجيرية بيناتهم. أنا عندي ظروف صحية، ظروف أمنية، ظروف اقتصادية. طيب نضرب مثلين. طيب واحد في بحري قلنا المستأجر والمالك والمؤجر في الخرطوم. لما جاء إيجار الشهر ضرب لي تليفون قال لي الأجرة جاهزة، لكن انا ما عندي تصريح اجي عشان اقطع الكوبري اجيب لك الاجره. الثاني عمل نايم، لا ضرب ليه ولا اشتغل بيه. واحد
ما واحد. يبقى بالتالي المستأجر لما يكون هو بيسعى لدفع الأجرة يجري محاولات، يقول والله يا مولانا أنا ما قدرت أدفع لعذر معين لكن سعيد، لأنه ممكن جدا بالتلفون يقول لك أديها لخالي، أديها لعمي في بحري، أديها لإكس أو زبني الواي، لكن لا أنت عملت نايم. أو حتى عندي محاولة حاولت أحول له أو راح من التطبيقات البنكية وهو رفض. رفض. يبقى أخذ. ممكن يديك رقم حساب، نعم. لكن أنا لا، ولا هذا ولا اتصلت. عملت نوم. لا أنا عملت نايم كمستأجر. لا ضربت لا اتصلت ولا سعيد. ولا سعيد لدفع الأجرة. هل ده بواحد؟ ما واحد. يبقى بالتالي الظروف اللي بتغدر المحكمة في إنك أنت ليه فشلت الظروف بتغدر المحكمة حسب كله. أنت بسعيد. عشان مرة واحد. تفضل. السابق في السابق أنا كمحكمة بشوفك في السابق قبل كورونا دي وقبل ما يجي الحجز ده. هل كان دفعك منتظم؟ أيوة نعم كان دفعي منتظم لفترة طويلة جدا، بأخذها في الاعتبار من الظروف المحيطة بك بالعلاقة بينه وبين عشان أقرر إنه فعلا السبب اللي أنت قلته سبب مقنع ولا لا. نعم. طيب أستاذ عماد كلامك جميل جدا ومهم جدا، وفي كثير من الناس غايبة عنهم المعلومات دي والخطوات دي. لكن إحنا في ظل التوافد الأجنبي في السودان الكبير جدا جدا مع ارتفاع يعني الإيجار برضو. هم سبب أساسي في الإيجار. المالك والمستأجر يتعاملوا مع الوضع وكيف القانون ممكن يفصل في الحاجة دي، خصوصا مع الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلاد. يعني لا في شغل، الكباري مقفلة، المحلات كلها مقفلة، ما في يعني ما في شغل، الناس قاعدة في البيت. فهل ممكن تكون في مادة يعني تعمل على يعني حتى لو تولد حديثا يعني تعمل على انه ترفع الضرر عن الطرفين؟ ما نحن هم الطرفين متضررين سواء كان المالك او كان المستأجر. طيب هي الإشكالية وين؟ الإشكالية انك انت أنا بكون مقاسم نص بيتي عامل صالوني عشان أجره عشان أكمل به مصروفاتي الشخصية. بالضبط كده. يعني هو جزء من حياتي. يبقى بالتالي أنت إذا مأجر في بري صالون بعشرة مليون وما عندك إمكانية تدفع عشرة مليون بالضرورة إنك ترحل من الحتة اللي أنت فيه الحتة اللي بتناسبك، لأنه ما حنا على حسابي أنا كمالك. صح. يعني ما مبرر صروفك ما مبرر. طيب في الحتة دي ومع الزيادات بتاعة الإيجار والزيادات الاقتصادية والوضع الاقتصادي في حاجة مهمة جدا اسمها أجرة المثل. إيجار الأجانب بيرفع الإيجارات خاصة في بالعملة الصعبة، وده بيأثر على بقية شنو الآخرين. عشان كده الناس تلقاهم الملاك الما محتاجين خالص دائما تأجر للأجانب لسببين. أجانب بيطلعوا لك سريع ومهما قلت له وزيد مني الأجرة بيدفع. أما حسام داري ورسو داري يقعد له 40 سنة بنفس الإيجار ويلاويك في حقك. يعني الحد يكرهك شنو؟ يكرهك بيتك. بالتالي القانون قال شنو؟ قال أنا إذا أجرت لزول بيت ومضض عليه سنة والوضع الاقتصادي تغير بحق لي أرفع الدعوة بتاعت أجرة مثل بعد انتهاء السنة. أجرة المثل ماذا تعني؟ تعني الأجرة السائدة في المربع وبالمقارنة مع الموقع بتاع العقار هي كم؟ يعني أنا كنت مؤجر في السنة الأولى بعشرة مليون، في السنة الثانية الإيجار بقت 25 مليون بعد ما زادوا مرتبات المذيعين والمعلمين. لما قالوا المهم بعد ما زادوا شفناه المعلمين خليها كده المعلمين بعد الحلقة نوري كويس. فالسوق ارتفع بقت الإيجارات ذاتها ما بتغطي ما بتواكب. يبقى القانون أداني الحق إنه بعد ثلاث سنين بعد سنة أرفع الدعوة بتاعت أجرة المثل واطالب بالاجره المثليه. يعني ممكن تكون بعد سنه؟ بعد سنه اصلا. يعني انا اجرت سنه جديد ممكن ارفع ايجار بعد ما تمت السنه نهايه العقد ارفع اجره مثل، لكن ثاني ما بيحق لك الا بعد ثلاث سنين. طيب انت قلت نقطه نهايه العقد ارفع الاجره بالمثل. اذا ما في عقد اصلا برضه بعد سنه بالعرف بعد سنه من ايجاره، لكن ثاني شنو؟ ما بيحق لك ترفع الا بعد شنو؟ بعد ثلاث سنه. بعد كل ثلاث سنة من آخر زيادة سبع سنة تكبرها من آخر زيادة تمت بواسطة المحكمة أو زيادة خارج العقد. شو يعني زيادة خارج العقد؟ مرات بالنصف العقد على النسبة. وكثير جدا بيري السؤال أنت يا أستاذ النسبة دي ما زيادة؟ لا، النسبة اتفاق على نوع أجرة معينة 1000 جنيه زائد 10% دي اسمها جزء من الأجرة وليس زيادة. يبقى عندنا زيادة داخل العقد هي المنصوص عليها في العقد بالنسبة، وزيادة خارج العقد كيف؟ بعد ما تمت السنة الأولى قام الأجرة كانت مليون وعشرة في المية بقت مليون ومية، قام عملي مليون وخمسمية، يبقى فيه 400 زيادة شنو؟ خارج العقد.
يبقى الزياده الخارجه العقد دي بتمنعني انا كمالك انه ارفع اجره مز الا بعد 3 سنين. عشان كده القانون قال المطالب باجره المز بحالتين، الا من اخر زياده تمت خارج العقد او من اخر زياده تمت بواسطة المحكمه. نعم ممتاز. نعم طيب الجزء المهم والاخطر منه في ظروف كورونا دي هسه في حاجه مهمه جدا، هل ده اسباب كافيه انه انا اتحايل على القانون عشان امرق الناس لانه فقرانين وما قادرين يدفعوا اجره المس والى اخره، والظرف الاقتصادي تغير تغير شديد جدا. ده الايجار دائما الناحيه القانونيه لابد ان تتصل بالناحيه الانسانيه. يعني اذا الانسان تجرد من الناحيه الانسانيه الناحيه القانونيه ممكن تزعفك، لكن الناحيه الانسانيه قد تزعفك اكثر، ودي الحاجه اللي صار دايرين نقوله نحن للملاك. عشان كده بخلينا كلامك ده انه نعرف الموقف القانوني شنو بالضبط للمستاجر في ظل الظروف اللي نحن بنتكلم عنها. والله انا شخصيا بفتكر انه يعني من حاجه المؤسفه حقيقه وبحزن لها تماما، يعني انه دائما يقول لك صاحب الحاجه ارعى. بمعنى شنو؟ انا لما اكون مطرود من بيت، لما يكون رافعين فينا قضيه، لما اكون اخلى، لما نلقى البيت ما بفكر في شروط الايجار او تكون كيف، لانه انا محتاج شنو؟ استاجر بسرعه. صحيح. لكن لو في زمن مهول يجب اي زول مالك او مستاجر، مؤجر او مستاجر، انه قبل ما يخط رجله في بيت يعرف الاجراءات القانونيه شنو وحقوقه شنو وواجباته شنو اللي بتحميه عشان يقعد او يستمر في الايجار من غير مشاكل. ليه؟ لانه يا جماعه السكن بالتحديد يعني كلما صاحب البيت المأمن والمرفأ مأمن مرفأ بالضبط. يعني صاحب البيت انت بعد ما تأغلمت على الحلة وتأغلمت زوجتك واولادك مع الجيران والمدارس والترحيل، فجأة يزيد البيت يقول لك والله انا داير شنو البيت بتاعي او داير تفضلي البيت. أيوه. يعني انت بيصيبك هلع شديد جدا وعدم اطمئنان وسكينة، فبالتالي انت كمالك يجب ان تختار برضه الناس شنو المستاجرين الكويسين، كمان ما يبقى لك شنو في رقبتك ذاك لحد ما يبيعك البيت ولحد ما تخش معه في مشاكل. والمالك ذاته المستاجر ذاته يجب ان يراعي حاجه مهمه جدا، انه من حقوق المالك عليه والمؤجر هذا الايجار قد يكون انت ما بتعرف ظرفه شنو، فيجب ان تجتهد بقدر ما تملك انه تدفع الايجار في مواعيده عشان تكون في شنو في السيف سايد. طيب يعني انا بس دارجي في الحته دي، اذا انا فعلا حطلع من البيت. نعم. هو سيد البيت عايز البيت، في مده قانونيه المفروض اقعدها في البيت يعني لحد ما انا ادبر اموري وكده، عشان برضه يكون في تفكير ايجابي وصحيح ويعني بتخطيط، ما اخش الاقي في بيت ساي وبعدين ما اكون اتفقت في العقد صح. هو الطلوع ده ذاته هل طلوع باخوي واخوك ولا طلوع بالمحكمه؟ في فرق. فاذا انا المحكمه بالمحكمه يبقى السؤال بيفرض نفسه جبري. متى يجوز للمحكمه ان تصدر امر للاخلاء المستاجر لصالح المؤجر؟ بيقدر السؤال كده. يبقى الماده 11 حددت حالات معينه، و 11 ماده وتسع حالات بيجوز فيها للمالك ان يطالب المستاجر بالاخلاء، من ضمنها الفشل في الاجره، من ضمنها اذا اجر البيت من الباطن، من ضمنها اذا كسر البيت او غير القرض بتاعه، اذا كان البيت فيه ازعاج او فيه الافعال مخله بالاداب، وحاجات كثيره. لكن اخطر ما فيها الحوي الماس. ممكن يكون دي الحاجه الناس للاسف الشديد مرات بيرفعوا دعاوى بتاعت حوجة ماسة، لكن الغرض الاساسي ما الحوجة الماسة، الغرض الاساسي انه الاجره بسيطه. فالحوجة الماسة في السكن القانون بيقول ليك انت كمالك ولاسرتك المباشره. يعني شنو؟ يعني انت وزوجتك واولادك وامك وابوك في الحوجة الماسة اللي دي لاي منهم. طيب في الحوجة الماسة ذاتها والله يا اخو ولدي حسام ده انا داير اعرس عشان كده يا استاذ انا داير تخلي لي شنو؟ البيت. طيب في فرق يا استاذ عماد، يا اخي والله ولدي حسام ده عقد انا داير تخلي لي البيت، ويا ولدي استاذ عماد حسام ده عرس ومش شهر عسل تخلي لي البيت. كل واحده شنو؟ حاله بتفرق من الثانيه. صحيح. فالحاله الاخيره هي الحاله المقبوله في القانون، اما عنده النيه او عاقد والله يا احلى الحسام اللي بيعرس مستوى البيت ده. عشان كده عشان انت لما تكون محتاج لحوجه ماسة يجب ان تكون حقيقيه. يجب ان تكون حوجه حقيقيه وليس حوجه زياده الايجار. زياده الايجار. انت عارف ان الطرف ده ما يقدر يدفع. بيدفع اوكي، لكن القانون فطن لهذه المساله. قال اذا تم الزول اخلاء المساجر من العقار بحوجه ماسة لا يجوز للمالك او المؤجر استئجاره مره اخرى لمده سنه كامله الا باذن من المحكمه. لا يجوز له يأجر لغير سنة كاملة إلا بإذن من المحكمة. وإذا أجره
يعتبر جريمه جنائيه ويمكن المستاجر القديم يجي يفتح في بلاغنا. يعني بيحق للمستاجر القديم انه يعترض ويقول الزول طلعني بالحوجه الماسه وجا ثاني شنو؟ اجره خلال سنه من تاريخ شنو؟ هنا ممكن يكون في تعويض للمستاجر. ما في تعويض لكن في عقوبه على شنو؟ على المالك. نعم وقدام المحكمه ذاته الاخلص شنو؟ المستاجر. نعم. طيب التلف تلف البيت انا مؤجر لمنى فالمطبخ وقع، الحيطه وقعت مهمله جدا ما شغله بالموضوع كثير، فبرضه ممكن السبب انه انا اخليه؟ طبعا طبعا انت بتجي في الحاله دي انه جهه هندسيه عشان تقيم لك المساله دي من ناحيه ماليه ومن ناحيه الصناعه بتاعت البيت، التغيير اللي حصل في البيت الجوهري والى اخره. في الحاله اذا ثبت انه فعلا الزول غير في البيت او اضاف حاجات اساسيه او ازال حاجات اساسيه في البيت، طيب يعتبر واحد من الاسباب الكافيه انه شنو يخلي ليك العقار اذا ثبت ذلك. التعديل برضه بالنسبه اذا عدلت الا بموافقه المالك. الا موافقه المالك. لكن مره يعني مظله بالجنب. لا 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 الحاجات مو بقول اسمها الحاجات المتحركه مظله مصنايد حاجات اللي ممكن تشيلها معاك دي لا دي ما بتعتبر تعديل. زي لو تركب مكيف وغيره. لا 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 دي حاجه عاديه مظله حاجه عاديه. لكن اذا عريشه عريشه حاجه عاديه لكن تكفل لك باب وتغير لك شباك وتغير لا ما ينفع. لا ما ينفع لانه طيب. في النهايه طبعا في محكمه البيئه اللي ممكن اذا انت غيرت حمام نعم. غيرت نعم. هاي ممكن نعم. المضرر يتواصل بالضبط كده. انا داير اجيب في حته مهمه جدا نعم. استاذ عماد حسب خبرتك وكده اذا فعلا قبل كنا بنتكلم عن الثلاثه شهور انه المحاكم قافله وكده بتفتكر انه ممكن تكون في مواد معدله عشان تحل المشكله دي حسب خبرتك في القانون ولا حتمارس المواد القديمه في تطبيق الحكم؟ لا ما حيكون في اي تعديل وحيطبق القانون زي ما هو لانه القانون اصلا ما بيفصل على ظرف معين، القانون بيفصل كناحيه عامه فيما يتعلق بكل الناس بكل المستويات، عشان كده القانون بيمشي عادي ما في ماده مقترحه لكن القانون برضه لاحظ ادى مساحه لمنو؟ للقاضي ان يقدر الظرف. ادى مساحه يعني ايوه نعم، يعني قال فشل في الاجره مع عدم وجود سبب معقول ده حق منو؟ ده حق تقدير القاضي. صحيح يفرق عشان كده القانون يعني برضه فيه مساحات ما نعم فيه مساحات لكن القانون دائما بياخذ شنو؟ بالطرفين يعني حقوق الطرفين كلها بتكون شنو؟ محفوظه نعم ودي دي الاشكاليه الكبيره نعم السبب المعقول اللي بيقدره القاضي مثلا انا ثلاثة شهور شغال في التجاره بسبب الحظر بسبب كورونا بسبب الظروف كلها قاعد في بيتنا ما قادر امارس التجاره بعد ما رجعت الظروف تجارتي دي محتاجه شهر شهرين ثاني عشان ما اموري تظبط اقدر ادفع ايجاري وكده المالك ما صبر لي ورفع الدعوه والى انه الدعوه تم رفعها انا ما قدرت برضه ادفع وانا كمستاجر متمسك ببيتي والمالك متمسك بالقضيه بتاعته. طيب انا مالك والثلاثه شهور دي ماشي ادفع المصاريف بتاعت اولادي في المدرسه وبسبب عدم دفعك رفض يستقبلهم لي والعام الدراسي بتاعي شنو؟ انتهى. ده ما سبب. ما سبب خالص. طيب احنا سريعا يعني نرجع للمحلات التجاريه نعم برضه المحلات مقفله وكده وفي ايجار يعني واجر لي محل بتاع موبايلات مثلا ما هو كمان المالك ده ما عنده ظروف كمان زيك كده هو بياكل ويشرب زيك صح بياكل ويشرب زيك دي عندنا في حته جميله جدا في 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 القضايا الشرعيه في النفقه طيب في ناس يقول لك والله يا خانة النفقه دي بتقدر معلش ده خارج النص لكن بس قياسا بها النفقه بتقدر حسب دخل الزور والوضع الاقتصادي والمعيشي إذا زول جاء للمحكمة قال لهم والله أنا ما شغال عاطل وما لاقي شغل هل المحكمة بتعفيه من النفقة؟ نقول له لا حتفرض عليك نفقة اسمها نفقة الكفاف بالتالي كونه ما عندي ما شغال ما بتعتبر سبب من الأسباب ممكن أعفيك من الإيجار أو ما أخليك لا لا أنا دكاني في التليفون أنت ثلاثة شهور مقفل والله يا أخي أنا برضه عندي ما دخلت أنا برضه كمان أنا باكل وبشرب من الحاجات دي طيب ما تصبر عليه شوية يلا عشان كده أنا بقول لك إنه نحن نقول مساله الايجارات دي نقول في الفتره دي بالذات يعني انا اقول لك ثاني رساله ثانيه لكل مالك ان يقدر الظرف الانساني الموجود فيه البلد يعني انت اقدر الزول ده قاعد معاك فتره كم وهل كان في الظروف العاديه كان بياخر ايجاره ولا كان بيستهبل ولا كان عادي ولو لا ظروف دي ومشكله وبس وجاك واعتذر لك في فرق ما كمان في نوع كمان اقول لك بصراحه في ناس بتعمل تسويات يعني تسويات بيتفقوا يعني مع بعض كويس جاء قال لك يا اخي انا والله الدكان ده هو شايفه انت بيرزق اليوم باليوم لكن والله العظيم انا ما قدرت حتى الايجار ده 5 مليون هاك دي 2 مليون دي انا وفرتها من اولادي ده جاب لك عذر لكن حسام عمل نايم لا جاني لا ضرب لي تليفون ولا قال لي السلام عليكم ولا اشتغل بي
طيب انا كمالك يعني طبعا دي بتخش في ضرر انتهازيه انا كمالك بتحسس من نفسي شويه وبقول والله انت مستهتر اكثر من اللازم. اذا كان عندك ظرف زي ده كان علي اللي قال عشان انا اقدر الظرف الانساني كان تعتذر لي. واحنا مشكلتنا طبعا كبيره جدا في السودان انه ما بنعرف ثقافه الاعتذار. سعدنا بك جدا استاذ عماد جلجال في هذه النصيحه وفي هذه التوعيه القانونيه. شكرا لحضورك معنا وصباح الخير ومنتظرينك في يعني حاجات ثانيه مهمه نستفيد منها المشاهد. شكرا والله شكرا لكم كثير. لكن شكله حسام ده بالطريقه دي ما بعرف كان حسام يخلى لا نعم مؤجر يعني ما عنده مشكله ما عنده مشكله ابونا ان شاء الله هذا انا طلعت ما بظل حيجر لغايته نعم لانه انتهيت. والله شكرا لكم كثير ولكن برضه بناشد الاخوه برضه الملاك لسه ثاني وثالث ورابع انه يقدروا ظرف الناس ويعني ما في زول بيده حاجه ما في زول ما بينشد الاستقرار لاولاده ولنفسه، ما في زول بينشد الاستقرار لتجارته، ما في زول داير يطلع الجهجه، لكن الظرف اقوى وخذ لاخوك عذرا، خذ لاخوك عذرا والبركه دائما في العفو والبركه دائما في الصلح والبركه دائما في التسامح. شكرا شكرا جميل.